أنا لولا إن أنا عارفة إني ما ينفعش أسيبك في ظرف زي ده لوحدك مش هاجي هنا تاني. طب اتفضلي. أنا مش جاية لك بصفتي الأسيستنت بتاعتك لأني قدمت استقالتي خلاص. ومين قبلها؟ أنا مش مستنية حد يقبل. بلاش كلام فارغ يا أميرة. بكرة الصبح تكوني على مكتبك. لا لا ما بقاش ينفع. الموضوع بالنسبة لي منتهي خلاص. ومن امتى بقى اللي بيشتغلوا معايا بياخدوا قرارات من نفسهم؟ اعتبرها أول وآخر مرة حد ياخد قرار كده. أميرة أنا مش بتكلم صيني. لما أقول لك بكرة الصبح تبقي على مكتبك يبقى بكرة الصبح تبقي على مكتبك. أنا مش جاية عشان شغل، أنا جاية عشانك أنت. عايزة أشوفك. عايزة أطمن عليك. أشوفك لو محتاج مني حاجة. أنا مش محتاج حاجة. أيوة بس أنا محتاجة. محتاجة إنك تصدق بجد، والله. أنا مش عايزة أي حاجة منك. مش عايزة أبقى جنبك بأي صفة، بس خليني جنبك. أنا ممكن أعيش عمري كله على ندهة منك. بكرة الصبح تكلميني إن على مكتبك. مش مستنية ندهة؟ أديني ندهت. لو ما كلمتنيش بكرة من على مكتبك مش هدور عليك وهعرف إنك كذابة في كل كلمة قلتيها. الله خلاص بقى خلاص. يا خبر ابيض، كل ده حصل؟ طب وهي فين دلوقتي؟ طيب يا حبيبتي اطلعي انت نامي وانا هشوف هي راحت فين. لا يا روحي انا لسه عندي شويه شغل اخلص واجي لك على طول. اوكي بوسي لي نفسك انت لغايه ما اجي لك واقطعك بوس. يلا باي يا حبيبتي. رنا بقولك ايه يا روحي، تعرفيش بابي كان بيكلمها في ايه؟ طب يا روحي خدي بالك من نفسك. باي. رجعوا الحاجات والكمبيوترز اللي خدوها الصبح من بدري. انتوا اول ما نزلتوا بعديها كده مش بكتير رجعنا كل حاجه مكانها. طيب بس احنا طلع معانا حد واصل قوي. ليه؟ هو انت كنت فاكره ما كنتش هعرف احلها من غيره؟ لا اكيد طبعا. هي دي بشم هوا. كرهتيني في ام الهوا اللي في البلد يا شيخه. هي مين دي؟ ومين غيرها؟ اللي بتجيب لي على طول وجع دماغ. مريم. طب خلاص روقي. انا فاضيه. ما ينفعش. ما برضه حرام اللي انت عاملاه في نفسك ده، يعني انت جايه من بره مبسوطه ونفسك مفتوحه للشغل. وهيتسدد والحمد لله. كنت مبسوطه. ما هو في ناس كده بيكرهوكي في عيشتك اول ما تيجي سيرتهم. طب لو سمحتي روقي واهدي. عشان في موضوع مهم كده لازم تعرفيه. طب اصبري عليا شويه لحد ما اشوف ايه اللي حصل في البيت. طيب
فين؟ واحد ماشي كده رايح فين؟ دريم بارك؟ تعالى يا خفيف عشان ما راجعش جوه بايظه. ايه؟ يعني ايه؟ يعني مش هينفع تدخل لها دلوقتي. ليه؟ عشان بتتخانق مع دبانوش. او ماي جاد، او ماي جاد، نوها انت لحقتي تنكدي عليها؟ دي كانت جايه الصبح والمود بتاعها كان ممتاز. الظاهر مريم اختها نكدت عليها. مريم؟ مريم. مش كفايه اللي بيعملوا فيها عمها؟ يا اخي حس على دم اللي مخليه فينك ورد على تليفونك. بس بلاش كده من الصبح. معلش انا اسف. وانا بقول لك كده عشان تقول لي معلش انا اسف. خش خش. انا عندي ليك مفاجاه، انما ايه؟ لوز. لوز لوز ايه؟ دي ملبن باللوز. تعال. مين دي؟ شفت المفاجأة الحلوة؟ هبقى أنا هنا ساعتين ومش عاوز تبعت لك مسج، ولا مخليانا احنا نبعت لك مسج عشان قال ايه تعملها لك مفاجأة. في مفاجأة احلى من كده يا واد؟ تعال اقعد مع بنت عمك عشان تحكي لك الحكاية. تحكي لي يا ماما حكاية جوازها من الصايع الضايع اللي كان هنا. اسكت. مش طلعت عاوزة تتطلق؟ تتطلق؟ تتطلق ولا ما تتطلقش؟ يعني حاجة ما تخصنيش. معلش يا مريم كان نفسي اقعد معاكي، بس انت عارفة انا بيبقى عندي شغل بدري. معلش بعد اذنكم. صباح على خير. انت رايح فين؟ رايح فين انت؟ انت سايبنا وماشي؟ مجنون انت؟ ممكن تسيبني في حالي؟ لا مش هسيبك في حالك. ما تنشفش دماغك، خش اقعد مع بنت عمك. ايوه تعال اقعد مع بنت عمك. بنت عمي دي في عصمه راجل تاني، مش كده ولا ايه يا مدام مريم؟ وفي ايه يعني؟ وانا بقول لك خش اغتصبها. قال انت؟ الله، البنت اتجوزته في لحظه ضعف. ايوه ودلوقتي ندمانه. مش انت حبيبتي ندمانه؟ اه شفت قالت ندمانه. نسيبها احنا بقى ونطنش ولا نقف جنبها ونساعدها؟ وخصوصا انها ملهاش حد في الدنيا غيرنا يا واد انت. ما انت عارف اختها ما بتدورش الا على مصلحتها وبس.